يعني في العراق خصوصا في بغداد هناك كثير من الفوضى التي تحتري المنظومة السياسية، وحتى القرارات التي تصدر من الحكومة غالبا ما تكون متناقضة للأسف الشديد. يعني قرار التقرير الذي صدر من البرلمان يبدو فيه شيء من الوضوح، وهو دقيق إلى حد ما، وكان متوقع أن يصدر، لأن بالنتيجة هو البرلمان يعني ممثلي الشعب، وهم يعني مسؤولين بالدرجة الأساس أمام الشعب في موضوع مصداقية كل ما يتخذوه من قرارات. أنا أتوقع يعني حتى وإن يعني جاء هذا يعني التقرير في صالح ربما من يعتقد أن الضربة الصاروخية كانت يعني انتهاكا سافرا للسيادة العراقية، لكن للأسف الشديد يعني لا توجد هناك من وجهة نظري يعني توابع لهذا القرار. هناك الكثير من الأزمات في العراق، وربما لحد هذه اللحظة نلاحظ أن بعض الأطراف السياسية في العراق تصر على أن القصف استهدف مقرا تابعة ل يعني الموساد أو جهات إسرائيلية، وبالنتيجة يعني حالة الفوضى في بغداد للأسف الشديد دائما ما تؤثر تأثيرا سلبيا على كل تقدم يحصل في جميع المجالات. الآن خصوصا يعني هذا التقرير الذي صدر من البرلمان، وإن كان يعني مثل ما تحدث وتحدث الأستاذ نزار حيدر هو واضح جدا وهو إدانة صريحة، لكن أنا لا أتوقع أنه هذا التقرير ستبنى عليه نتائج مستقبلية، لأن للأسف الشديد مثل ما قلت لحضرتك أنه إحنا لحد هذه اللحظة هناك يعني عدم وجود التوافقات، وهناك اختلافات في وجهات الرأي، وللأسف الشديد دائما الفاعل الخارجي بالنسبة للعملية السياسية هو أكثر تأثيرا من الفاعل الداخلي.